السلام عليكم، وياكم دكتور علي تحسين، اختصاصي حشوات الجذور في مركز ويكير لطب الأسنان. اليوم راح أحكي لكم عن حشوات الجذور وشنو فرقها عن حشوات الجذور التقليدية. طبعا حشوة الجذور المتبعة في مركزنا هي حشوات الجذور الحديثة اللي نستخدم بها أحدث الأجهزة وأحدث وأجود أنواع المواد. طبعا الكثير من المرضى تعاني من فشل حشوات الجذور السابقة. احنا نطمن المرضى، نقول انه احنا في مركزنا نتبع خطوات العلمية الحديثة من جهاز قياس طول السن، كذلك استخدام الأشعة الرقمية، واذا طلب الامر نستخدم أشعة ثلاثية الابعاد، وهذه كلها طبعا تضمن لنا جودة العمل وضمان حشوات الجذور.